مرحبا بكم على قناة نسمة في هذه الاستضافة الخاصة للسيد لطفي بن شرودة ماجور دوم تاع بن علي وليلى بن علي لمدة 20 سنة. سيد هذا يعني عنده من الأسرار والخفايا والأحداث والوقائع ما حقيقة يشيب له الولدان، خصوصا وهو ألف كتاب ذاك إيزابيل سواريس بوملالة. أنا قريت هالكتاب اللي سيصدر هالخميس الجاي يوم 9 جوان في باريس، يعني بقيته مذهولا. وهذا الكتاب يعني من مزاياه أنه فيه يعني يحتوي الكثير من الوقائع والأحداث والأسرار والخفايا كما قلنا، وأيضا مكتوب بطريقة مشوقة وروائية ويقرأ يعني بمتعة وبطريقة سريعة. هذا الكتاب اسمه دون لوبر دي لارين، أي تقريبا ما ترجمته في ظلال الملكة. نستضيف يعني السيد لطفي بن شرودة اللي هو أملى وقائع هذا الكتاب على إيزابيل بوملالة، ونسأله شنو قصة هالكتاب مبدئيا. كتاب هذاك مبدئيا إنسان عاش في 20 سنة في ظروف يعني قاسية جدا، وشفت فيها برشا قهر وبرشا ظلم. يعني نتمنى في النهار هذا بالكامل الصبر متاعي لين جت الثورة هذه، الثورة العظيمة. نعم. هذه هي اللي فرهدتنا وحيات الأمة كاملة، خرجت تونس من الضغط والعنصرية والواحد والقهر. أنا ساهمت به للثورة وساهمت به الشعب التونسي ومجهودي الخاص. تو تقول الكلام هذا يا سي لطفي، يا اخي ما تشوفش في الكلام هذا كانه تنكر، وانت كنت تعيش في القصر كارتاج. لكن انا عشت في القصر، مش انا برك عشت في القصر كارتاج، عشنا برشا ناس، برشا ناس خدامه كيفي انا غاديك في القصر، منهم الكواجنة، منهم الموظفين، منهم العمال، منهم حتى نوصلك به حتى العوان تاع البيب، العوان الحراس كلهم في قهر، حتى حد عايش مرتاح صعيب ياسر، كلهم مقهورين. شوف سيدي، احنا يعني ناتي على هذا القهر ونشوف ملامحه شنيه. انما انا بالنسبه لي مبدئيا انا قلت ماجور دوم، انت كنت يعني شغلتك وظيفتك او مرتبتك في هذا في القصر مع بن علي ومع ليلى ماجور دوم. ايش معنى ماجور دوم؟ ماجور دوم يعني قضيتها نتاعها الخاصه، قضيتي هو الخاص، يعني ثم قضيت ما نقضيها مليان، ما يقضمش الامن. انا سيفيل خاطر نقضيهم انا. قضيت الخاصه يعني تبعتني في امور خاصه نتاع عائلتها نتاع الذبيحات هذوما نتاع، يبعثني هو حتى لاخواته قضيتهم نتاع فامينا نتاعهم الكل عندي انا. ايه لكن نحن نقرا في الكتاب انه يعني ربما طغت على وظيفتك هي وظيفه الكوجيني. اي كنت كوجيني اكثر من لا كنت كوجيني تنجم تقول كيف كيف، خاطر نعم. اذا ثم قضيت قصة على كوجينا نحي تيني كوجينا ونخرج في مهمه نتاعي. شنو هي المؤهلات اللي تخول الواحد باش يخدم ماجور دوم، يعني مع شخصيه يعني حكمت تونس يعني تلت اكثر من 23 عام وكان يخوف بن علي؟ انا هو الباب، انسان ثقه ياسر في حياتي، انسان خدمت مع البارون دو لونجي مده 17 سنه قبل بن علي، عائلتي هذه ولدي تربيت عندهم. وقت اللي قصرت شراء قلتوا الرئاسة البارونة هذه تكلمت وقالت هذاك راه ولد عاقل ويخدم كل شيء باسبارتو، خاطر انا نخدم تحطني نخدم سيرفر كوجيني شوفير نعمل الضوء اللي باسبارتو حسي وززار نذبح العصيان مصدرة نعمل كل شيء ونقطع كل شيء نخدم كل شيء حوت يعني باسبارتو وانت تحطني تلقاني. هو بيدو فرح بيا قال انت هذا سبع صنايع كما نقولوا احنا سبع صنايع عندك انت، قال لي 20 صنعه تخدم كل شيء. قلت نخدم كل شيء ونحطني نخدم فعلا ونحطني نخدم. هو تعيط عشا من يدي انا وولاد ومرته كل نطيب لهم انا يعني. ثم اوقات يخرج الكواجنة يكون جيات نقعد انا غادي كان انا نقوم بالواجب. نعم. تقول سي لطفي اللي انت ثقه، كيفاش يعني تكتب على عرفك وعرفتك يعني هذا الكتاب وكان جيت ثقه؟ كيف انت لا تتكلم على اسرار؟ جي معك. ايه تفضل. انا عشت عمري توا 54 سنة، 54 عام عشت عمري كامل ما عملتش لخبثة في، جيت نحس في روحي يعني عشت معه بثقة تامة وخدمته بقلب ورب وخدمته كذا كذا. هو هذا كل ما راش به يعني فكولي داري سيدي بوسعيد بالحسن طرابلسي. ايه هذه قصة كبيرة، قصة طويلة برشا هي مش دارك دار العائلة هي، وتو نرجع نحكوا فيها الموضوع. نعم ذي نعم. خاطر الظلم تقهرت وهو بدو في باله من الموضوع ذا، قال لي انا خاتيني تفاهم مع بالحسن وتفاهم مع ليلى عرفتك. هي قالت له لا هو عارفك هو اللي يعطيك، وقال لي ما تسالني حتى شيء ما نعطيك حتى شيء. نعم. يعني انا ابو عائله عندي ام راه كبيره ماذا بسقاها ماتت بعد ما الله يرحمها فكت الدار
بابا بعدها عام كيف كيف مات. عندي خويا يعيش معايا يخدم بحار، عنده زوج بنات معاقين، حتى مساعده لا من الدوله ولا من هو باش يكون يعني ما عاونونيش في حياتي. انا عندي 3 اولاد. نرجعوا لهذه زاد نتوقفوا عندها برشا، لانه يعني هذه من الغرائب علاقتك بالرئيس بن علي وبالسيده زوجته. كيفاش انت كنت يعني معناها محذي يعني تدخل وتخرج عليهم بيت نوم والبيروات نتاعهم، وفي نفس الوقت يعني ما يقدمولكش خدمه صغيره هي حقك. اتوم بعد نرجعوا له. نحب انا نبدا معاك من الفصل الاول نتاع الكتاب. الفصل الاول ندخلوا على مشاهد فيها سحر وشعوذه وعرافات وساحرات وبخور وتذبحوا في ام البويا، يعني حاجه غريبه عجيبه. غريبة. كل الاعمال هذه اللي هي مطلق شعوذه ومطلق بدو لحم قشر منها هذيك، لكن انا انسان مامور. البخورات هذيا ام البويا وتجيب حشيش وبخورات عمري انا مريتها وتأمرني بالسيف، يعني تقول لي من قبل بساعه ولا بساعتين حضر لي كانون وحضر لي كذا وحضر كانون. لي كذا كانون حشعذر لها كانون وحضر لي، وبعد تجيب لي تقول لك عندك ام البويا، نجي نقرا ام البويا حيه. ام البويا هذه تحطها حيه في الكانون، تعبي لها كرشها بالعسل وتحط بعد ما تشق لها كرشها هذه تحطها حيه. انواع، ثم شيء تحطه في تحطه حيه وثم شيء تذبحها. هذه ليله ليله تحطها حيه في النار اللي ربي سبحانه وتعالى يحرق بالنار العز الجبار. حيه تحفر لها في الجمر وتهبطها اللوطه وتردمها بالنار لين تعيط. ام البويه تعيط، عمري ما تسمعها تعيط، تعيط تحسها يعيط، تحب حتى انت تترشق. اي هذه تعملها في القصر في البير الرئيس، في القصر وفي بير الرئيس، في السنه اللي يقعد فيها الرئيس ويقعد فيها الرئيس ويمشي فيها الرئيس، وديما تبخر له معها واحده. وش هي الغايه بربي؟ شو مقصوده؟ باش تولي تحكم فيه القياده. وقتها احنا في الحمامات، قصر الحمامات، شي هذه صالحه هو خاطر ساعة ساعة يبدا يجي مخر ولا تلقى عنده ال كيفاش احنا نقولوا البهرة نتاعو تفجع. هي ولات تعمله في البخور باش تهدوا باش تفشلوا. كيفاش كانت هي عندها غرام بالعلو، تحب تطلع الفوق، يعني تحب القصور وتحب السلطة وتحب النفوذ، وكانت باستبار وهي مازالت صغيرة كما جاء في الكتاب. انا يعني تقول انه انا حنولي كيما وسيله بورقيبه. هي عندها في مخها اصل، تفكيرها اصل من داخل، هي في مخها تحب تولي رئيس البلاد. عندها من الصغرى نتاعها تحكي تقول لك انا باش ناخذ رئيس دوله. من الصغرى نتاعها يعني قبل ما تعرف على الزين وقبل ما تعرف على حد، عندها في مخها غايه تحب توصل. قالت انا نوصل في يوم من الايام ناخذ رئيس البلاد، ناخذ رئيس البلاد. وصلت. كانت ايضا يعني علاقتها بمحيطها العائلي خصوصا باخوتها اناثا وذكورا، كانت علاقه فيها برشا ود وقرب وسخاء. يعني هالجانب الانساني هذا كيفاش انت تشوفه في علاقه بالجانب الاخر؟ تفضل. اخواتها هي الولاء في الدنيا كل لود. يعني هما الولاء. يعني حتى ولو مهما كان اخواتها مثلهم، يعني روحها وعقلها اخواتها، تحبهم ياسر وتعطيهم ياسر وتعاونهم ياسر، ما تخليهمش يعني محتاجين جملة. مش فقط اخوات، ها يعني حتى الاقارب، اللي عنده اقارب بعاد البعاد اللي بعادك تبعث لهم. انا بدي نزل لهم مصواتهم. تنزل لهم مصوات وشريت لهم مديار؟ كيفاش يعني؟ حدثنا، اعطيني ارسم لنا صوره خليتهم تقريبيه. ثم ناس يعني كيف كيف عاونتهم هي فاميلتها، يعني مش من جد جد، يعني تلقاها عنده عرق بنت عمت عمتها فوالا، تفطن بها وقت تفطن بها تعطيها تعاونها. تبعثني انا مثال ناخذ لها بقعه الدار هذه وين، وتعطيني الفلوس للزملها وتشري الدار وتحط، يعني تعاون فاميلتها ياسر، دمها كل ما تخلي شيء تحب كل تطلعها. انت تحكي في الكتاب، فما تقول انه يعني كل شهر تخرج ب 20 انفلوب الرقم على من فيه ما بين 500 وال1000 دينار. 1000 دينار. فما مره بن علي فاق بيه كنت هز جوابات وتوزعهم على بعض هنا، يعني حاجه عملتها باهيه. ليلى حبت تبعث معونات الى ناس يخدموا في الغابه، في الغابات بعثت لهم هذوكم جماعه الغابات. قالت لي هي شوف لي هذوكم كل وجيب لي كل، شوف لي الليسته الاولانيه ساعه نتاع السعده جيبها لي، وشوف لي الليسته الاخرى نتاع الجامعه جيبها لي. جبت لها الليسته الاولى والليسته الثانيه، حضرت لي الفلوس هي قالت لي جهز. انا خارج هو عرضني في الباب، خاطر هي فلوس ما كفتهاش، طلعت له عيطت له هو بزاد كمل لها فموساك مش يقولها علاش ما كيفاش مد لها. وقت انا خارج هو عرضني في الباب ماشي، قال لي ود الحرام هكا يا ولد الحرام هكا مش ملاك بدي عرض لي تخيل، مش نهرب انا مش نهرب ملاك بدي ادخل البيرو. دخلت البيرو هات الشكاره، بدات الشكاره كلها صاشيات كلها وشبات. ايش قلت لك انا هكا؟ قلت له هي قالت لي قبلك وانا وصلت لها. هاي ايش فيهم؟
وقتها فيهم 300، هي في بلاش راهو. حل سكرنا الباب ومعايا الشاوش نتاعو موجود او حي، حلينا المصوات كله وبدل المصوات اخرين ونحى كل جواب منه ما عادش كل جواب خلى فيه 200,000 وعاود سكرهم وقال لي تتكلم ولا تكلمها نحرك سليبك العود. عرفت لي راسي قال يعني حرم ناس كبار زواولة يخلصوا في 80,000 ولا 100,000 في الجبل في الحضار من حالة ما كل 100,000 كل واحد. ليلى بن علي يعني قلنا منذ حين أنها كانت يعني مغرومة بالقصرات، مغرومة. كيفاش علاقتها بالقصر؟ سواء كان قصر كرتاج، قصر سيدي الظريف، والقصر الآخر اللي تذكر أنت ظهر لي يعني أيضا حبة البارون ديرلونجي تأخذوا أيضا القصر هذا. قصر البارون أخذته الثقافة هي خاطر هو من قديم من بعد هذا من السبعينات، من السبعينات الثقافة تحب تاخذه. هو حب ياخذ واحد سعودي؟ ما حب، الدولة منعته، حب ياخذه ك اسمه السعودي ربي صالح فرعون وصالح الشيخ صالح وقتها. والشيخ صالح وفرعون جاوا كلهم، وقت اخذها السعودي فانا جاني قال لي انت بعيد عليا، انت جاي لفوق خذ روحك، بس اخويا نظف لي الدنيا وخذ روحك. ثم لطاني اسمه لطفي واحد اخر صلعاني عنده دار وعي كياس وباتسيري مرض وعنده مدرسه فيها عيش منها هو ولاده. قالوا انت باش نخرجك؟ قالوا نعطيك 250 مليون وسامحني البلاصه. قالوا نعم فيها مشروع. قالوا نحب 300 مليون. على 50 مليون ما تفهموش. نعم. وصلت الحكايه نتاعهم للمحاكم. ربحها القضيه الاولى والثانيه والثالثه لطفي ضي. وقعد ديما تمهكر كي تخلي فيها بالاحسن. والاخر حكى الوسطى قال وذاك جه بالكهرباء قدام الناس الكل وهو وحي موجود. قالوا 250 مليون مش تاخذ؟ قالوا ما تاخذ حتى دوره ونخرجك، خرجوا بالقوه العامه. وقالوا الزلزال ما تنحيهاش. تقعد يعني فكلوا ملكه بابا ما تنحيهاش نحي الا الباجاج نتاعك تاعك الباتسيري وعامل باتسيري وعامل دار وعامل حانوت فوق خرج خرج له باجاج وكل باهي هذا اوكي. وانتم مش عامل لكم سي بن حسن؟ طلع بعد الفوق يتلاقوا بابا الله يرحمه بابا قالوا ولدي شكونك انت؟ ما هم يعرفوش. قالوا شكونك انت؟ قالوا انت شكونك؟ قالوا انا داري هذه وانت تدخل لي هنا ما لاباس شكونك انت؟ قالوا تو تعرفني انا شكون؟ قالوا شكون سيادتك؟ هذا سي بالحسن طرابلسي بالله. انا جيت الخدمه وقال لي هكا وهكا وانا انا دريت وقلت له راهو هذاك بالحسن طرابلسي يا خويا. بابا تجن والله قال لي بابا نخرج من هنا اللهم قاتليني. حسيت من وقتها انا مخي يقف. جيت لبابا قلت له بابا راهو باش توا الشيء ما عادش فيها سكات ما دام هذا العفة تخلي هنا عفة هذا يخوف. نعم. راهو يمشي على ركيبه في الجبل. يطلع في الدغاغر انا من هو ليلى هو طلع على الاربعه هو بعد جاء طلعت هي معاه هذا هو وسطا وكسفق وكل الشركه نتاعو اش الدنيا كل دارها يطلع حتى الجبل فوق على سقيه ويمرد على الاربعه. خويا خوف بابا عنده وثيقه مكتوبه باليد هكاك ما عنده حتى ما عنده حتى فولير خاطر بابا مسكين سجلها لا عمل لها حتى شيء عطاها للبارون قالوا باش تقعد هنا باش ما يكلمك حتى حد ما يقلق حتى حد حتى وصلنا بنينه غادي. نعم بنيت انا خويا بالحجره بالحجره لان وصلنا عملنا تراس كبير وجبل اللي كان هابط استويناه. خفت انا عرفت عملت حسابي قلت الصباح نقابل هو ونحكي معاه فماش ما يحلم مش قلت بزاف تحكي معاه هو بن علي بن علي ما دام هي انك انت تخدم في القصر فوالا مباشره ما عندك اكسي ديريكت للرئيس في ذلك الوقت وهو وقتها مازال ما في بالوش بالبرنامج نتاع ما في بالوش ما في بالوش حتى كان في باله يعمل لي ستار خزر قلت له عندنا فوق 50 سنه بابا غادي ساكن عطتنا البارون هكا وهكا وانا مولود سعيد ورا حكايه هكا وحكايه هكا وحكايه هكا قال لي شبيه وعمل قلت والله غالب انسان زوالي اللقبه نتاعو يصورها لابس سيف بابا احنا وصلنا ببلاش احنا البيت ولا حسيرة قبل ظروفنا قاسيه صحيح ما نكذبش على ربي بعد ربي نبع علينا بشويه 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 خدمت انا وخويا تفرهدنا شبش خدمت البحر للعيد يعني نحن نحب هنا الحكايه هذه سي لطفي هز التليفون هو على شخصيه بن علي هز التليفون يعني كيفاش انه انسان يخدم معاه يعني ولصيق وحميمي في سيادتك انت توكل فيه بيديك كيفاش طلبت منه يعني طلب اللي هو حقك حقي كيفاش تصرف معك هنا ومرة تصرف معي تصرف به ما ضر يعني مشى معايا وراك لما خاطر بعد كي كشف الحكايه دار علي اما المرة باش نحكي لك انا البارتي نتاعنا انا وياه من الكلمه الاولانيه قال لي حضر لي جواب اسم وزير املاك الدوله حضرت له في عشيتها في وقتها مدت له تذكر بعد نهارين
طلبني الوزير ملك الدولة، يعني مش طلبني استغفر الله العظيم، بعد نهارين جيني القيس الأرابي بالدار، ما بعثني مع هذا الوزير، قعدوا 3 أيام في الدار هم يقيسوا وعملوا الحصار على الدار نتاعي. فرحت أنا، قالوا له بعد عطوه جواب لأمي ومرتي غاديكا، قالوا قول لراجلك ال11 نتاع الصباح نتاع نهار اثنين يمشي الوزير، يمشي الوزير تجهيز 3 أيام وما يخدم نهار اثنين سنة في بدون تفاصيل يعني. مشيت قابلت الوزير حاسيلو، قابلت الوزير عام 2001 حضر لي كل شيء، قال لي هذا الكلام تاعك وهاي دينتك وهاي مريقله ونجمع من زمان، قال لي نجي نعيطك تسجل دارك. نعم هاو دوسيك مدهولي قدامه على البيرو، كان هو حي والميت موجود يجي يتكلم الحق. واضح واضح. بعد بنهارين بثلاث ايام انا مروح من الخدمه على 4 صرت قدام الدار نتاعي وانا طالع في الدروج ماشي للدار ونتلفت نقع ورايا سيري كراب جايين. شكون هما؟ تفجعت سيري كراب تاع كرطاج. نعم ثبت نقابتين المرافقين بعد هبطت ليلى وهبطت بالحسن وهبطت مع امراه اخرى طمو عامة. شو هذا وين جايين؟ تدوروا في مع كياس. طلعوا لي انا للدار نتاعي في الجبل اقسم برب العظيم طالعه تمشي على 4 وترى فوق السطح نتاع داري ورفاه هو كبدير وكذا وكذا وقعدوا نقول لك دور تخبيه وما حبش تدخل الدار. ايه باختصار من بعد انت عرضت العمليه على بن علي قال لك ابعدني. لا انا اليوم غدوه فقت باللعبه. طلع لي النهار مع 10 نطلب الوزير، وزير ملك الدولة طلبت استنظار قلت له مع الدولة الوزير ملك الدولة شكون معايا؟ قلت له معاك راهو فلان الفلاني في بالهم موضوع. قال له لطفي الحكاية خرجت منها أنا وخرج منها الرئيس. شنو قلت؟ قال لي حاجة من فوق. قلت شكون هي؟ قال تو تعرف كل شيء. وأنا عارف أنا شريت شيء قدامي صار بالعاني حسب روحي في باليش. وعلق علي التليفون قال لي أنسى الموضوع الحكاية خرجت مني أنا وخرجت من الرئيس جت حاجه من فوق يعني ثم قلت لهم فوق اقوى من الرئيس. نعم في الاخر وقت اللي فوضوك انت هو 750 متر يعني براتيكمون 750 الف دينار. كيف فوضوك يا اخويا لطفي؟ فوضك الرئيس ظهر لي واللي واحد لا لا واحد من 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 الانتوراج من الانتوراج تاعها هو المدير خدماتها نتاع المرمى نتاع الواحد وحطه بالحسن هو اللي يتصرف. نعم. هو يخدم في القصر يخدم معناها انت تسمى نتاعهم انت نتاعهم راه بدالي بال 25 مليون قال لك خذ 25 وبعد زادني 30 وبعد بدا يزيدني حتى وصل وصلني 45 قال لي باش تاخذهم ولا تخرج. جيت نحكي معاه ما تخزي يديك على راسك كيما جاك تحكي معاه. جيت نحكي معاه يجبد لي قانون في ال في الرد الرسمي جبد لي قانون قال لي قانون راهو تبدل ما نزيدش عليه حتى كلمه مشان ما نتغسل به هذا المدير تو بعد نسميه جبد لي فرض بدي راس هذا الرسمي بدي ورق لي قال لي اقرا هنا والقانون قلت شنو هذا قديم قال لي لا قانون جديد وقتها تلقح على خاطري انا لقحوه لي قال لي هذايا تملكش 100 سنه ما عندكش الحق قال لي اقرا هذا الرسمي قال له فعلا مش تاخذ ولا تخرج. قلت له انا ضريت برشا حبيت في جرتي يعني ضريت برشا ناس بساكن في جرتي في الاخر في الاخر وصلت وصلت وانت يعني صححت صححت انا وبابا واخويا التزام في البلديه مش بلديه بسعيد هزوني بلديه اخرى صح جابوا لي اوراق نتاع التزام نتاع تنازل تنازلت انا وبابا بابا يبكي ويصح قال لي ولدي كي يضرونا قلت له صح. وانت تخدم مع بن علي؟ نخدم مع بن علي ما لقيتش حقي في الاخر جيت نكلم فيه يعني عيطوا لي وقتها هذه في البرنامج الاخراني وقتها انا باش نخرج وصي وقعدت انا دار عطوني خاطر مشيت شريت دار انا من سنين شريت دار ب 54 مليون ودفعت لهم 45 مليون اللي عطوهم لي ومشيت عملت قرض باش نكمل الفلوس وقعدت نستنى واعطوني كل بيت وصاله بيت وصاله واحنا تاخرنا 11 واحد ساكنين. نعم يعني ما يرفعوناش قعدتش انا متعطل شويه باش حتى نلوج ترى فلوس باش نوسع داري باش ندخل لهم يسكنوا غاديكا يعني تعطلت شويه مسكينة أمها الحاجة عاونتني يرحم ولدها الحاجة اللي مات. نعم تحكي هذا القضية الحاجة عاونتني هي وقفت معي وقفت الحاجة اللي يسميها نينا هي هم الحاجة السيدة السيدة أم ليلى بن علي.